شكرا معلقنا الكابتن وائل ابو العزم. اذا انتهت مباراه المتعه والاثاره، الاهلي والمصريه للاتصالات بفوز النادي الاهلي 82-72 في مباراه يمكن راحت وجات اكتر من مره. صحيح المباراه انتهت، ولكن لسه عندنا كلام كتير مع ضيوفنا. كابتن سلعاوي، نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لفرقه اتصالات، فرقه محترمه، فوز صعب جه، فريق مجتهد، مباراه قويه. في الشوط الثالث والرابع كانت قمه الاثاره فيها. اقدر اقول لك ان سيف سمير كان نجم المباراه بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط. برغم ان دي اول مباراه ليه بعد الاصابه. برغم ان دي اول اصابه وكده، لكن نقول مبروك في كل ده. لكن ان شاء الله في لاحقا هنقول بعض الملاحظات اللي لينا ان شاء الله باذن أكيد. الله. كابتن كريم، مباراه يمكن حبست انفاسنا شويه، ولكن الحمد لله مبروك النادي الاهلي، هارد لك مصير اتصالات. احب اسمع راي حضرتك. طبعا يا كابتن هيثم، الف مبروك للنادي الاهلي وللعيبه وللجهاز الفني، مكسب مهم. هارد لك للمصريه للاتصالات، فريق بيكسب احترام الناس كلها كل ماتش. طبعا السمه الرئيسيه اللي احنا بنتكلم فيها التركيز موجود وبعد كده بيختفي على فترات، وهو ده يمكن اللي خلى الماتش زي ما حضرتك قلت حابس نفسنا كده لغايه الاخر. ولكن في النهايه طبعا الف مبروك، ماتش كنا محتاجين نكسب الماتش ده. ولينا ملاحظات كده زي ما كابتن سلعاوي قال ممكن نبقى نركز عليها قدام اكيد، وملاحظاتنا مكمله مع حضراتكم. وخلينا نطلع لفاصل، ما تروحوش بعيد، عندنا ملاحظات وارقام عن المباراه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نروح لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المدرب العام احمد الجرحي. اتفضل يا فاروق. من جديد اجدد تحيه الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد السلعاوي وكابتن كريم ضيف. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق المصريه للاتصالات بنتيجه 82-72، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه صعبه، فريق منظم، فريق الاتصالات قدر يحقق على الانتصار على فريق الاتحاد في اخر مواجهتين ذهابا وايابا. فريق منظم، عملتوا مباراه كبيره النهارده خاصه على الجانب الدفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك في حضرتك. طبعا برحب بكابتن هيثم وضيوفه كابتن سلعاوي، مش مع كابتن كريم ضيف. طبعا كابتن كريم اخويا حبيبي، منورين الاستوديو. الحمد لله على المكسب. الحمد لله ان انت يعني رحت دلوقتي المركز الاول. الحمد لله فريق صلاة فريق محترم جدا، جهاز فني محترم، مهتمين بالباسكت، معاه محترف على اعلى مستوى. يمكن انا شايف ان هو احسن محترف في الدوري الفتره دي. العلو اللي فيه مستوى حمد معلي فرقته معاه. حمد لعيب مهم جدا فريق اتصالات، مسبب ازمه لاي فريق بيلعبه، ما شاء الله عليه يعني، بحييه على مستواه. اللعيبه كمان اللي هي يعني بلغتنا في الباسكت نسميها رول بلاير، اللعيبه اللي هي على طول تحس ان هم كلهم اللعيبه شبه بعض، يعني ما بيتاثروش بغياب واحد او لو تغيير. على عندهم 7-8 لعيبه نفس المستوى. فرقه محترمه، بحييهم على الاداء اللي هم مقدمينه في الدوري. احنا لسه ما وصلناش للمستوى يعني ل 70% حتى من المستوى اللي احنا المفروض نقدمه. ممكن ده بسبب ان احنا بقالنا فتره ما لعبناش كاملين بسبب الاصابات وبسبب الغيابات، لكن الكيرف طالع ان شاء الله. هيبقى الفترات الجايه المستوى احسن، واللعيبه بدات يعني الفرقه تكتمل بشكل كبير، وان شاء الله الفتره الجايه يكون خير باذن الله. كابتن احمد، يعني الوقت بيبقى قصير ما بين مباراه والثانيه، كان مهم جدا بعد مباراه الاتحاد ان انا افوز على فريق سبورتنج، ومهم جدا كان فوز ليه اكتر من اهميه. خلال الوقت ده وخلال الايام البسيطه دي، المستر اوجست بوش ايه ابرز الامور اللي بيشتغل عليها؟ بص الحقيقه يعني يمكن هو في ميزه ان بعد الهزيمه ما كانش في يعني اكشن او ان انت بتعنف اللعيبه بطريقه، لا انت بتشوف غلطاتك احنا كجهاز غلطاتنا وغلطات اللعيبه وفي الاخر بنعالجها، وكان لازم نفوق الفرقه والفرقه فاقت. ماتش سبورتنج كويس النهارده، متوسط، نقدر نقول ان احنا ماشيين في الطريق السليم دلوقتي، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكمل بمستوى احسن الفتره الجايه. انا زي ما بقول لك، انت الاسبوع ده بتكسب، الاسبوع الجاي مش عارف هتعمل ايه. الماتشات كلها ايكوال، 8 فرق قريبين، الفرقه اللي رايحه ناقصه لعيبه اصابات مش في مستواها، ممكن تتغلب من اي فرقه. فتركيز لازم من كل اللعيبه ومن الجهاز، وربنا يكرمنا ان احنا نلعب كاملين. الجانب الدفاعي، انا بتكلم على الجانب الدفاعي بالتحديد، لان كان في قصور منه في مباراه الاتحاد، تم علاج هذه الامور، شفناها في مباراه سبورتنج النهارده ايضا في يعني الناحيه الدفاعيه عند النادي الاهلي.
اكيد طبعا. خلي بالك الناحيه الدفاعيه برضو بتتاثر بوجود الطوال دايما، لان هو الموضوع مش الخمسه اللي في الملعب. ماتش الاتحاد تقريبا بتلعب بعمر طارق وبيدو بس تحت الحلقه، كلهم قصيرين، جاردات قصيره. دلوقتي دخل معانا احمد اسماعيل، سيف سمير رجع، بقى معاهم عمر طارق، معاهم عمرو الجندي ومحمود بيساعدوهم في المكان مش مكانهم. ان شاء الله يرجع لنا مروان سرحان، الدنيا هتتظبط اكتر، وان شاء الله احنا فرقه اصلا يعني دفاعيا بنركز على الدفاع بتاعنا، فان شاء الله يتحسن الفترات الجايه باذن الله. شكرك يا كابتن احمد وتوفيق في المباراه القادمه. شكرا، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء، وفوز النادي الاهلي على فريق المسائل الاتصالات بنتيجه 82-72. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وخلينا نروح لسالح حامد ولقاء من ارض الملعب مع احد نجوم اللقاء النهارده واللي كان ليه دور كبير في حسم المباراه في الاوقات المهمه، سيف سمير. اتفضل يا سلام. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا بعد فوز النادي الاهلي على النادي المصري للاتصالات في المباراه الثانيه في الدور الثاني من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله، معايا واحد من نجوم المباراه اللي النهارده كابتن سيف سمير. طبعا يا كابتن سيف في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومليون مبروك طبعا فوزكم النهارده على النادي المصري للاتصالات، وطبعا تالق كبير جدا منك ومن كل لاعبي النادي الاهلي بالاخص في الكوارتر الرابع يا كابتن. الحمد لله، كان ماتش صعب زي ما شفته كده، كان يعني طلعنا في الاول وحصل دروب كده في النص، بس قدرنا يعني نرجع نفسنا تاني وعلينا 10 بونت بس. طبعا سيف، يعني كان في وقت كبير ان انتوا تستعدوا للمباراه اليوم، يمكن بعد ماتش سبورتنج كان في بس يومين اتمرنتوا فيهم، والنهارده عشان يعني طبعا تقابلوا نادي المصريه للاتصالات، كلمني طبعا عن استعداداتكم للمباراه دي. هو زي ما انت قلت كده، في هو اصلا الفتره دي كلها كده الماتشات اللي هي السوبر رايح جاي كلها ما فيش وقت، يعني هو يا دوبك مرمط تمرينتين قبل الماتش. في ماتشات صعبه، ماتشات كلها صعبه تقريبا، هو دلوقتي الدوري بقى كله صعب. الحمد لله قدرنا نستعد كويس، لعبناهم 3 مرات فحافظينهم شويه، ودلوقتي يعني قدرنا نستعد كويس والحمد لله يعني كسبنا. طبعا يا كابتن سيف، يعني معظم الفرق في بطوله دوري السوبر نفس المستوى نفس الاداء، يمكن كمان نادي المصريه للاتصالات من الانديه اللي فاجئتنا بادائها الفتره اللي فاتت، يعني النهارده شفنا في الكوارتر الرابع يمكن تعادلنا معاهم في الاخر، بس طبعا الباسكت اللي حضرتك حطيته في الاخر فرق الحمد لله، ويعني رجع مستوى لعيبه النادي الاهلي تاني وقدروا تتفوقوا على نادي المصريه للاتصالات. طبعا فرقه كبيره، كسبوا الاتحاد ماتشين وكسبانين 6 ماتشات من 8، فهم فرقه يعني دلوقتي هم بينافسوا زي ما انت بتقولي، الفرق كلها دلوقتي كله بيكسب كله، ما تقدرش تقولي مين المركز الاول ومين المركز الاخير، ما حدش عارف، الاخر هو اللي هيبان. بس وقدرنا الحمد لله زي ما انت قلتي برضو، قدرنا ان احنا نرجع نفسنا، كان بقالي كتير مصاب، بقالي ماتشين، فالحمد لله قدرت يعني ان انا ارجع يعني كويس. كابتن سيف، طبعا ايه المباراه اللي جايه عندكم في بطوله دوري السوبر، وان شاء الله هتستعدوا لها زي هي وكل المباريات في الدوري؟ احنا عندنا تامين الماتش الجاي طبعا بعد اللي حصل بالتامين الماتش اللي فات، مستعدين كويس ومركزين وناويين ان احنا يعني نعمل ماتش كويس قوي يعني، ربنا يسهل. كابتن سيف، مليون مبروك طبعا النهارده، ويعني طبعا مستنيين منكم المزيد من التالق الفتره اللي جايه، ويعني بتمنى لكم طبعا التوفيق. شكرا سيف. شكرا كده. طبعا يا كابتن هيثم، كان لقائنا مع كابتن سيف سمير واحد من نجوم المباراه النهارده بالاخص الكوارتر الرابع، والان عوده مره اخرى للاستوديو يكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل. زميلتنا سالا حامد من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. وسيف سمير الحقيقه النهارده كان متالق وكان نجح في الناحيه الدفاعيه والهجوميه، يعني يمكن كابتن سلعاوي كان لسه قايل منذ قليل. وخلينا نروح لكابتن كريم ضيفنا في الاستوديو، يمكن تجهزت بعض الارقام يا كابتن كريم. طبعا هو دلوقتي يعني بعد نهايه الماتشات النهارده كده جدول الترتيب بقى الاتحاد الاول هو والاهلي متساويين في النقاط، بس الفارق للاتحاد لصالح الاتحاد بفرق 2 بس، 2 بونت سكور. 2 بونت سكور الاتحاد، مش نقاط ترتيب جدول ولكن تهديف بالزبط. يعني سكورك تهديفيا فرق 2 اللي عليك واللي ليك، فرق 2 للاتحاد. اذا الاتحاد هو الاول. مظبوط، الاتحاد ليه 60 والاهلي ليه 58، فده كده يبقى الاهلي والاتحاد اول وتاني، يجي بعد كده الاتصالات 15 بونت، بعد كده الجزيره 14، سبورتنج 13، مصر للتامين 12، الزمالك 11، سموحه في الاخر 10. صحيح، وبرضه احب انوه على الساده المشاهدين ان برنامجنا البيت الكبير
تقديم الكابتن اسلام الشاطر، هيبتدي الساعه 11 ونص ان شاء الله. طبعا يمكن ابتدى متاخر شويه نتيجه المباراه وانتهى احداثها متاخر، وبنول حضراتكم تاني ان شاء الله برنامج البيت الكبير هيبتدي الساعه 11 ونص طبعا بتقديم الكابتن الكبير اسلام الشاطر. كابتن سلعاوي، يمكن الارقام يعني الحمد لله زي ما سيف قال، يعني هناخد من اللي قاله سيف واجل حضرتك، مباراه بعد مباراه الجدول بيتغير. الجدول بيتغير طبعا نتيجه لان فرقه بتكسب فرقه، لان زي ما احنا اتفقنا وقلنا من المبدا ان الفرق مستوياتها كلها متقاربه. نعم. اللي بيفصل اداء اللعيبه في الملعب. بس النهارده يا كابتن نتائج المباريات ما فيش مفاجات، يعني النهارده النادي الاهلي بيفوز على المصير اتصالات، جزيره بيكسب سموحه، الاتحاد بيكسب الزمالك في اسكندريه، ولانها مباراه صعبه وكان ممكن مع يعني الاتحاد الزمالك كان فايق المباراه اللي فاتت. المفاجاه لا، المفاجاه هنا يا كابتن بقى بلغوني سبورتنج كسب التامين. سبورتنج كسب التامين. يعني بالنسبه لي الحقيقه دي مفاجاه، لانه التامين كان عامل نتائج سلسله نتائج كويسه، سبورتنج كان بادئ وحش وبدا يعلى فالنهارده من بدايه الماتش الاهلي كان كويس ماتش الاهلي وكمل النهارده. صحيح. وهم يعني الفرقه الوحيده اللي بتلعب بدون اجنبي اعتقد. صحيح. تالي السنه الجايه بقى مع قدوم الكابتن احمد حسن رئيس نادي سبورتنج، هم والشرقيه سموحه لا سموحه معاه كان عنده بس اصابه مصيب يعني مصيب. لعب بدون بس بتهيالي في يناير او الشهر ده تاني غيروه ولا يا كابتن كريم؟ ممكن معرفش. يغيره طبعا. يعني ممكن دلوقتي يحق لسموحه انه يغير المحترف. بس خليني اقول لحضرتك انه يعني فعلا هو سبورتنج الفرقه الوحيده اللي ما هياش محترف، بس انا اتوقع السنه الجايه سبورتنج يبقى لها شأن تاني. احمد حسن هيغير الدنيا ان شاء الله. كابتن احمد حسن طبعا، وده راجل عاشق لكره السله، والسبورتنج عمل والطفره اللي كانت في كره السله كانت في عهده. صحيح. وعنده ناشئين كويسين. لا يعني انا اتوقع سبورتنج السنه الجايه قادم ان شاء الله. قادم وده على فكره بتبقى اضافه كبيره، يعني احنا نادي سبورتنج لما بيخش في المنافسه وبيبقى يعني احد الاقطاب اللي بتنافس الباسكت بيبقى له طعم تاني خالص بصراحه. يعني سبورتنج بيقدموا كره او كره سله ممتعه. اتفضل يا كابتن. في بس حاجتين ثلاثه عايزين نقولهم علشان برضو نبقى يعني. اول حاجه مشكله الفاول شوتنج مشكله واضحه. نعم. بالنسبه لفرقتنا وخاصه على ملعبنا، ودي مهاره بتأدى بدون اعاقه، يعني مهاره مش محتاجه مدرب، دي مهاره شخصيه. هم جايين النهارده اكتر من 10 رميات وانت كسبان 10 بونت، انت هات ال10 دول تبقى كسبان 20 ولا يا كابتن كريم؟ الملاحظه دي الاولانيه. الملاحظه الثانيه ان الاهلي لم يصل للمستوى المطلوب لغايه دلوقتي، هو مستواه في بيعلى لكن مفيش ثبات. طب يا كابتن، هل بعد انضمام المصابين النهارده الشكل ما اتغيرش شويه بامانه؟ بص انا عايز اقول لك حاجه برضو. اتغير الشكل. اتغير الشكل لحد ما، بس هناك كان في مشكله لما بدا بالاساسيين احنا بنطلع بنفرق، في مشكله عندنا ما بنحرفش نحافظ على الفرق اللي هو احنا يعني في اوقات كنا بنحصل عليه، فب 15 بنبقى فكسبانين بفرق 15 نقطه، يروح لخمسه، يروح لثلاثه، يرجع يأزم الجيم يشد الناس. طب تفسيرك ليه يا كابتن؟ يعني برضو احنا يعني حضراتكم كباتن كبار وحضرتك هداف لوس انجلوس، يعني حضرتك احد القامات العالميه مش بس المحليه، يعني ايه السبب اللي بيحصل انه بنبتدي او لو في خمسه سته بيلعبوا بتلاقي السكور عالي، بعد كده لما بتبتدي التغييرات تحصل يحصل دروب؟ يعني ايه حضرتك من وجهه نظرك الفنيه؟ من وجهه نظري عدم تركيز البدلاء، وان الراجل ساعات ما بيلاقيش حلول عنده في البدلاء فبيضطر يرجع للفرق. يعني لو تلاحظت النهارده في الشوط الثالث والرابع لعب بسته سبعه اللي هم بيهم فقط، وكان التغيير من خلالهم. نعم. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، مع الدروب مع التغييرات في الشوط الثالث والرابع ما حصلش دروب قوي زي الشوط الاول والثاني، يعني الخوف. الجيم في الثالث والرابع بيبان رايح فين. فاللعيب بيبقى اكثر حرصا واكثر تركيزا في الثالث، لكن في الاول لسه في جيم ثالث ورابع والدنيا يعني ايه ممكن عايزين نقول برضو ان سيف سمير كان نجم المباراه، وهو اللي قدر في الاخر ان هو قدر يعود مستواه، دي حاجه ظاهره صحيه لانه كان بقاله فتره مصاب. برضو على ناحيه الاتصالات مدرب محترم، جه فرقه كويسه. حمد كان نجم المباراه على المستوى. حمد نجم دايما، سينمائي لعيب. حمد دايما يعني على فكره حمد ده ممثل كبير، يعني برضه ليه في الفن وبتاع، فدايما في الملعب بتلاقيه نجم في التمثيل نجم. فربنا يوفقه. هو في حاجه النهارده برضه هي غريبه شويه من الكابتن جوستي بوش، ان هو النهارده ما لجاش لدفاع الزون خالص بالرغم ان هو بيحبه. انا دي النهارده بالنسبه لي كانت غريبه. نعم. انا كنت مستني ان هو صحيح. على الاقل يعني نلعب 3 دقائق 4 دقائق نشوف. صحيح. يعني ممكن التيمبو يتغير شويه. تمام. هي بس التريكه الوحيده اللي هو عملها النهارده ان هو كان بيعمل دبل تيم على المحترف بتاع الاتصالات بعد كل سكرين، بس واضح اللي متمرنين عليه. انا اقول لك يا كابتن، انا من خلال متابعتي من ملاحظه حقيقه
كابتن كريم؟ من خلال متابعتي في خلال يومين اللي فات كان شغال عليها، شغال على على خاصه على الاجنبي. نعم. التراب والثالث بيروح ياخد بياخد الباص، الباص الباص طالعه منه، طالعه منه، فهو كان شغال على. لكن الزون ديفنس انا اؤيد الكلام الكابتن. طب كابتن كريم، ايه حكمه مستر اجوستي بوش انه يلجا لدفاع مزدوج دبل تيم، خلينا نترجم، دفاع مزدوج على محترف المصريه للاتصالات كل ما يحاول ياخد سكرينه، ايه السبب؟ بص كابتن هيثم، المحترف بتاع المصريه للاتصالات عنده ذكاء في الملعب عالي جدا، تمام؟ فهو بيطلع من السكرين يشوط على طول، تمام؟ فهو كان بيعمل دبل تيم لان هو عارف ان اللي بيعمل له سكرين دايما حمد رجعته على قطعته على الباسكت بطيئه، فلو عامل دبل تيم هيبقى وقف الشوطه وهيلحق حد يرجع يقطع الكات بتاع حمد عشان هو كده كده بطيء، فده كان اختيار هايل. اه وقف الشوطه ووقف الكات بتاعت البيفو، والدليل ان هو في الاول والثاني ما ظهرش بمستوى. لا اختيار هايل زي ما انا ايد كلام كريم. ليه؟ لانه هو ده كان هو الراجل ده الرينج بتاعه في كل مباراه بيتخطى ال 30 نقطه. النهارده اتصور ما حطش ال 30. انا بقول أتصور. لا لا ما النهارده ما عداش ال 15 تقريبا. ممكن بونت او لا. يعني لا عدى هو عدى فوق في حاجه و20. لكن انا بقول لك هو الراجل ده في متوسطه ما بين 30 ل 40 نقطه في كل مباراه. فهو اشتغل عليه صح النهارده، عمل له اللي هو الدفاع المزدوج علشان واحد بيقطع الباص اللي طالع منه كده. طب كابتن انا جاي لي بعض التعليقات ان النهارده عمر طارق، يعني يمكن ناس كتيره بتتكلم عن عمر طارق، والنهارده عمل مباراه كبيره الحقيقه. عمر طارق كان موفق جدا تحت الحلقه وساعدنا والتاني. وساعدنا لا والتاني كمان ساعدنا في البلوكات، ساعدنا في الريباوند. يعني تتفق مع الراي ده كابتن؟ طبعا يا كابتن هيثم، عمر طارق النهارده من احسن الماتشات من فتره كبيره، تمام؟ يعني هو كان بدا الماتش هو وعبد الله نصر، عمر طارق كان هو تقريبا هو اللي دخل الاهلي في الجيم بدري. نعم. وكان قافل في الديفنس، حط 6 بونت و 8 بالظبط. هي بس النقطه اللي عمر طارق لازم ياخد باله منها، لانها حصلت النهارده وحصلت في ماتش الاتحاد وماتشات الجزيره، بتتكرر معاه كتير. لما بيحصل عليه دبل تيم هو لازم يقرا، لو لقى ان الفرقه هتعمل عليه دبل تيم لما الكره تنزل له لازم يبقى تصرفه اسرع شويه ويشوف يريد مين اللي فاضي بالظبط. نعم. القصه دي اللي انا لاحظتها كل فرق الدوري تقريبا بتعملها معاه، لو هو حل القصه دي طلع الكره بسرعه، طلع الكره بسرعه هتبقى الاستفاده منه في الحته دي عاليه جدا. انما اجمالا عمر طارق النهارده لازم نحييه، لان هو فعلا هو اللي دخل الجيم الفرقه في الجيم في الاول، وحتى عمل لا وفي يعني لما حصل الكامباك من مصيده اتصالات في الثالث برضو عمر طارق كان ليه دور ان احنا نرجع نركب الجيم تاني. مظبوط مظبوط يا كابتن حسام. احنا بدانا الثالث المره دي برضو على عكس ماتش قبل كده، بدانا الثالث كويس جدا بحيث ان احنا رفعنا السكور وصل 47-38. طب كباتن النهارده نحس ان ايهاب امين عايز يوصل رساله. ايهاب امين النهارده ماتش سبورتنج اللي فات لعب حلو، ماتش النهارده هو نازل ايهاب امين بيلعب بحماس، عايز يقول للناس انا موجود، انا ايهاب امين، انا مالي مكاني. طبعا ربنا يشفيه بالمناسبه، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه غرزتين ثلاثه، وهو راجل الحقيقه يعني الكره دي عايزين نعديها، بس مع اذنكم يا جماعه دهنا عشان نبني قد ايه رجوله ايهاب امين حتى هو متصاب بيدافع. رايك يا كابتن في الكلام ده؟ رايي ان ايهاب امين من احسن الصفقات اللي جت النادي الاهلي في خلال الفترة الماضية. الولد ملتزم جدا جدا، مستواه المهاري والبدني والعالي جدا، مع أي مدرب بيقدر يتأقلم وبيقدر لكن أنا شايف إن هو اليومين دولت بدأ يرجع مستواه تاني، لأن هو طبعا كان عنده كان عامل عملية زايدة تقريبا، العمل الزايدة قعد 3-4 أسابيع، وأول ماتش ما كان هو ما كانش موفق قدام الاتحاد، ولكن سبورتنج والنهارده كان قال بيقول أنا رجعت أو أنا خلاص إن شاء الله في الطريق للرجوع. لعيب جيد، أعتقد إن ورقة رابحة بالنسبة للنادي الأهلي صحيح. في الفترة الجاية إن شاء الله. كابتن كريم، يمكن برضو حتى إيهاب أمين كان ليه دور في آخر 5 دقايق في المباراة، خد ميديامية جابها وحط فاست بريك بيده الشمال كان حلو جدا، يعني حط 4-6 بونت في وقت كان مهم. مظبوط يا كابتن هيثم، هو ايهاب امين دايما في رسائل هو موجوده، انا في الفاست بريك انا باخد الكره وباصي. دي الاصابه يا جماعه، دي الاصابه، بصوا اتخبطوا ببعض، هو بيلف، بص هو راسه مفتوحه، هو بيجري يلحق اللعيب ما قدرش. يعني معلش يا جماعه نعيدها تاني، يعني دي منتهى الرجوله الحقيقه، وانا شايف ان دي بص هو بيلف اللعيب الامريكي محترف محترف بيلف، بص هو مش شايف ايهاب امين. ايهاب امين جاي له تراب من البلايند اريا او الجزء وراح يعمل دفاع المزدوج يعني، والامريكاني مش شايفه بصراحه. لا مش شايفه غير مقصوده، فغير مقصوده الاثنين اتعوروا، الاثنين اتعوروا، بس رجوله من ايهاب امين انه خد الخبطه وجاري بيدافع عن اللعيب اللي فاضي. عيدوها لي تاني يا جماعه،
لانه هو بصراحه يعني بص يعني بص يا جماعه اهي استلم الكره واحده واحده بقى بص استلم الكره بيلف هو مش شايف ابقى مين دب خبطوا ببعض هو في جنبه اليمين والمحترف جنبه اليمين برضه الاصابه بص ايهاب حس بالخبطه بص هيقوم هو حس بالخبطه بس عايز يلحق مصطفى عايز يلحق عليه اضطر يقع على الارض لما الخبطه كانت قويه عليه بنحييك ايهاب وده مش غريب عليك يمكن الناس بتتساءل يا جماعه اصابات ايهاب امين كتير ايهاب امين اصابات كتير لانه بيلعب برجوله في الملعب هو لعيب فايتر صحيح لعيب الفايتر بص حضرتك يعني السيتويشن ده لعيب حاجتين ذكي لانه قرا السيتويشن كويس ان هو يروح يقطع كوره وبعدين لعيب عنده قلب صحيح. تمام وهو ده الديفنس انت لازم يكون عندك قدر من الذكاء قدر من القلب فعشان كده هو اتصاب في الكره دي تمام فهي الكره دي زي ما بقول لك هي دي شخصيه ايهاب امين تمام بتقرا كويس بتعمل ديفنس كويس انت بتبقى التيمبو بتاع الفرقه لو بتجري بسرعه في فاست بريك بتسحب الفرقه وراك تمام النهارده وقف مثلا في سيتويشنز خد قرار ان هو يشوط جاب الماتش اللي فات عمل ماتش هايل فان شاء الله الكيرف بتاعه طالع باذن الله وان شاء الله يعني موضوع الاصابات ده ان شاء الله يعني ربنا يحفظه ربنا يحفظ كل اللاعبين مصر يعني سواء النادي الاهلي او غيره لان طبعا احنا يهمنا سلامه اللاعبين بس خلينا برضو نتكلم عن لاعب يعني عبد الله ناصر ناصر اضطر ليه او اضطر كابتن او مستر اجوستي بوش انه يدفع بيه في مركز اربعه بسبب غياب احمد حمدي ومروان سرحان انا حاسه استوى في اربعه النهارده نقدر نقول كده فعلا هو فعلا استوى النهارده فعلا بدا الماتش هايل جدا لان هو كتر اللعب في البوزيشن ده هيحفظ تمام وهيبدا يعني زي ما حضرتك بتقول كده ان هو استوى بقى مفيد جدا حتى الكره وهو معاه النهارده كمان عمل حاجه هايله ان هو شاط جاب ولما شاط جاب بدات الناس تطلع عليه لما طلعوا عليه ادى كره لعمر طارق فبقى عندنا ادفانتج عاليه جدا تمام صحيح. فان شاء الله في الماتشات اللي جايه الـ 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 الاستفاده من ان هو بيلعب في اربعه وهتبقى احسن ان شاء الله رايك يا كابتن سلام نحل المشكله الولد من برضو الصفقات اللي جت في قطاع الناشئين من سنه او كده من نادي الشمس اكتر من 3 سنين او 3 يعني الموسم ده يعتبر عامل موسم كويس بدايه جيده لك وميزه المدرب ان هو بيخلي اللعيب يبدع من خلال السيستم اللي انا حاطه يعني الولد يعني انا النهارده اول مره اشوف شوت 3 بوينت صحيح عارف يا كابتن عارف ليه بص على الباسكت عارف يا كابتن فاكر الكلمه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها كره اسماعيل احمد الماتش اللي فات في الاتحاد لما سابه لما اسماعيل احمد سقط 3 متر وعبد الله ادى ظهره الحلقه واضح ان مستر اجوستي اشتغل على الموضوع ده وعبد الله ناصر عبد الله ناصر نفسه قال لك كنت لازم اواجه الحلقه وابص فالنهارده عبد الله ناصر بيهدف او بيبص وبيهدد على الحلقه لا هو الولد لعيب جيد وبيسمع وانا بعد مباراه قابلته في النادي وقلت له خلي بالك من الفاول شوتينج جه بعديها قال لي يا كوتش انا كذا انا طبعًا انا مخلي بالي وبتفرج عليها وكده لكن بيؤدي في هذا المكان برغم ان هو اصلا خمسه يعني حضرتك شايف كمان ان مهام مركز اربعه سواء الجري على الفاست بريك ولد خفيف وسريع يقدر يلعب يعني حضرتك شايف عنده الامكانيات عنده الامكانيات انه يقدر يلعب واعتقد ان هو بدا يملى البوزيشن ده طيب بس عايز صبر شويه الدنيا طبعا 19 سنه يا كابتن لسه هو طبعا 19 سنه في لعيبه طلعت في 19 سنه زي طارق غنام كسر الدنيا وخد دوري مع النادي الاهلي ولكن هو يعني اللاعب محتاج شويه يعني شخصيات غير شخصيات بتختلف ولكن هو دلوقتي مؤثر وبيلعب وشايل وبالتالي بتعمل له حساب دلوقتي يعني طبعا طبعا يا كابتن خلاص بقى يعتبر اساسي لعيب اساسي في التيم بتاع النادي الاهلي طبعاً. فلازم يتعمل له حساب كابتن كريم النهارده ابو النصر نوايا من اللعيبه الرجاله اللي المدربين مصر كلها تحب تمرنه تمام تقييمك ليه النهارده ايه ابو النصر انا طبعا يعني ماتش سبورتنج عشان هو ما بيتذاعش انا ما شفتوش لكن ابو النصر في ماتش الاتحاد كان ابو النصر اللي احنا عارفينه تمام النهارده ابو النصر بيأدي الدور بتاعه اللي احنا عارفينه منه في الدفاع ولكن احنا مستنيين منه ان هو يساعد برده في الاوفنس شويه تمام ابو النصر عنده اعلى من كده وجاب بالظبط كده حتى بطوله افريقيا 2016 كان نجم لا لا لا, لا, لا طبعا طبعا ابو النصر من العناصر الاساسيه اللي في الفرقه اللي لما بيكون كويس بالفرقه مستواها بيعلى تمام بس زي ما بقول لحضرتك احنا خلينا مثلا نقيس دلوقتي على ماتش الاتحاد ماتش الاتحاد ده هو ده ابو النصر اللي احنا عارفينه تمام الماتش النهارده ممكن يكون اقل شويه ولكن هو ليه تواجد تمام ليه تواجد ان هو عامل ديفنس كويس عامل دوره بيجري في الفاست بريك من اللعيبه القليله اللي لما الفرقه اللي قدامنا بتلعبنا زون بيعمل بنتريشن بيعرف يلعب الفرقه طول ما هو محافظ على الحاجات دي يبقى احنا مثلا بنتكلم على ابو النصر مثلا 7 من 10 لو هنديله مثلا من 10
يجي مثلا في يوم يبقى هو من السكورز بتوع الفرقه خلاص يبقى هو ده ابو النصر اللي احنا عارفينه. صحيح يعني هو دايما عنده اداء مينيمم بيأديه والاداء ده بيساعد بيه الفرقه وفق في الاوفنس بيبقى بيسحب الفرقه في حته ثانيه خالص. مظبوط ان شاء الله يعمل كده باذن الله. وخليني اروح برضو يعني للاعب يمكن دايما فاولاته بتحرمنا من وجوده في الملعب وهو عمرو زهران. عمرو زهران لاعب اثبت وجوده يعني طبعا يعني بعد ما خد فرصته كتب اسمه خلاص وانا انا موجود وانا اقدر اشارك ولكن الفاولات بتحرمنا منه يا كابتن. انا عايز اقول بس ارجع لابو النصر السنه. اتفضل خد راحتك يا كابتن. ابو النصر من اللعيبه المقاتله من اللعيبه الجندي المجهول كان في النادي الاهلي في خلال السنوات الماضيه. ابو النصر لعيب راجل بصراحه واي مدرب يحبه يكون واحد زي ده موجود في الفرقه عنده. لكن هو عمل مباراه الاتحاد رجع لابو النصر اللي احنا عارفينه. النهارده ما كانش ظاهر قوي في برغم انه كان دفاعيا كويس. كان ظاهر دفاعيا انا كنت لسه كان ظاهر دفاعيا ولكن الهجوم مش اللي هو منتظرينه منه لان هو عنده حلول. لعيب في الهجوم كان عنده حلول عنده شوطه عنده دخول. لعيب عنده اكتر من حل. عمرو علاء زهران من اللعيبه جيدين جدا في قطاع الناشئين وهو لعيب دولي وكان في كاس العالم 3-3 اللي فات ولعيب جيد. مشكلته الفاولات سرعه الفاولات ودي لسه هتكتسب بالخبرات لان هو عايز يثبت عايز يقول انا عايز فهو في اكتر قراراته مندفع شويه فالاندفاع ده مع الوقت هيبقى عنده حته يعني يركز ويحافظ على فاولاته ويحافظ على فاولاته ويعرف ان الفاول ده ليه ثمن حرمنا منه يعني على عمرو ده لما انا العب 20 دقيقه هلعب 10 دقائق ده لما العب 30 دقيقه هلعب 15 دقيقه فلازم يعرف الكلام فانت عايز تزود حافظ على فاولات ديفنس كويس بدون فاولات بدون فاولات صحيح. طب كابتن النهارده برضو عايز اخد راي حضراتكم في امر يعني احنا كلنا شفنا المباراه. مستر اجوستي النهارده عمل حاجه يعني من وجهه نظري المتواضعه طبعا انه حاجه جيده. هو كان بينزل خمسه يطلع بيهم وبيعمل روتيشن ده السيستم بتاعه هو من اول ما جه بيعمل روتيشن على كل لعيب. هو حافظ على هذا النظام والسيستم في الاول والثاني في احلك الظروف. لا في احلك الظروف يعني يبقى عارف ان ممكن اللاعب اللي منزله مش متوفق بس لازم انزله عشان احافظ عليه عشان الادوار اللي جايه. رايك يا كابتن؟ مظبوط. هو بص حضرتك هو الاول والثاني هو عمل الروتيشن كبير قوي ما بين اللعيبه تمام. وبعدين هو دي صفه من الصفات بتاعته ان هو ممكن تكون احنا مثلا حاسين ان الوقت ده وقت كريتيكال ما ينفعش ينزل فيه حد فجاه يفاجئنا بتغيير فجاه يطلع تومسون مثلا دقيقتين يريح بعد كده ممكن يعمل كده مثلا واخر 8 دقائق مثلا في الماتش او حاجه زي كده وسحب ايهاب امين ونزله بعدين وسحب ايهاب امين بالظبط وفجاه لقينا ان هو نازل انا بالزبط. بصراحه ما خدتش بالي تمام. فبس هو محافظ على التيمبو بتاعه في الروتيشن ما بين اللعيبه. الميزه النهارده ان الفرقه مثلا كسبت مثلا عمرو الجندي كان مادي كويس جدا برده في فترات في الاول ولكن هو يعني مثلا حافظ عليه مثلا ان هو نقدر نقول هو ايه ريح شويه النهارده فيقدر ان شاء الله يكون استعد جزء من قوته البدنيه بحيث ان هو الماتش الجاي يرجع تاني لان هو بصراحه فعلا عامل ران جامد قوي الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا. فدي الجزء بتاع الروتيشن اللي مستر جوستي بوش عمله النهارده يقدر يخلي لعيبه كتير تحس انها لعبت اوقات قليله كويس اخد ثقه يجي الماتش الجاي مش تعبان. يعني حضرتك يا كابتن كريم متفق ان الهيد كوتش محتاج يثبت نظامه وسيستمه ريجاردلس هو بيلاعب الفرقه او اللعبه اللي بيحصل ايه او اللي يعني انا دايما عايز احافظ على 12 لعيب بتوعي الاكسب حتى لو انا خسران بس ممكن اكسب وانا محافظ برضو بالسيستم بتاعي بالظبط. بص كابتن هيثم هو بيحط اللعيبه كلها في سيتويشن بغض النظر عن الماتش بحيث ان انا دلوقتي لو انا ما عملتش كده هاجي لو في لعيب مثلا مش متعود يلعب اخر خمس دقائق لو جيت اضطريت ان انا انزله هيبقى الوضع بالنسبة له مش مريح مش بيلاقي مش هلاقيه مش هلاقيه صحيح. انما لو الوضع ده بيحصل في كل الماتشات فلما اجي بقى في الوقت الكريتيكال انا بقى قدامي خامه كبيره انقي منها اللعيبه كلها. عمرو زهران اتحط في الموقف ده وهو مثلا من اللعيبه الصغيره ناخده كمثال ففي ماتشات فاينل كان بينهي الماتش هلاقيه تمام فالوضع بالنسبه له ما بقاش غريب فلو اضطريت ان انا العبه بحاجه زي كده هلاقيه. فده سيستم كويس جدا ان هو عامله وهيبان ان شاء الله قدام. كابتن سلعاوي راي حضرتك في الفكر ده او الاستراتيجيه دي هي بص انا عايز اقول لك حاجه هي استراتيجيه جيده جدا جدا بس برضو زي ما انا كمدرب او كمدير فني بحط استراتيجيتي وعايز اساعد الناس لازم الناس تساعد المدرب هايل صحيح لازم لو انا بعمل كده والناس ما ساعدتنيش انا مش هعمل تاني كده وهفضل ماسك في الخمسه سته لازم سبعه لازم كل واحد سواء صغير او كبير. وبعدين
البطل هو اللي لما ينزل يثبت ان انا استحق وانا استحق هذا الوقت واكتر منه، لكن ما نزلش زعلان، ما نزلش مقموص، ما نزلش اشمعنى، كل الكلام ده حاجات بتاخر الفرقه وما بتقدمهاش. فلما يديني المدرب خاصه ان انا هبقى عارف ان انا جاهز هنزل، هو لازم يعمل كده كمان غصب عنه، لازم يعمل كده علشان المباراه متلاحقه، انت ما بتلحقش. يعني النهارده احنا الثلاث، يوم الجمعه في مباراه، نعم، ومباراه قويه مع مصر التامين، ومصر التامين كسبت الاهلي قبل كده في ملعبنا، وبعد كده هتخلص الجمعه هتلعب الثلاث واخد في الزمالك. فالامور متلاحقه، فلازم كل لعيب، وفي عندنا يعني في لعيبه لازم تاخد برضو، انا في رايي الشخصي في لعيبه لازم تاخد فرص بقى شويه، يعني برضو في وجهه نظر حضرتك مين مثلا؟ يعني مثلا انا في رايي ان مودي الجرحي لازم ياخد شويه، جمال لازم ياخد شويه، لان الناس دي رجاله. مثلا مؤمن طارق خيري كان موجود النهارده في المباراه، شفناه كان موجود. بيتمرن يعني، واضح ان هو معاهم، يعني بيتمرن كل يوم معاهم وكده. ولد لعيب كويس، خامه كويسه لا يقل الولد محمود وليد. بس انا ان شاء الله واثق ان هيجي دورهم، يعني كابتن يعني النهارده مودي الجرحي لعب، الولد محمود وليد، محمود وليد كان متسجل النهارده بس ما لعبش. الولد ده برضو فايتر هايل. والولد هايل ومن احسن الناس اللي كانت في قطاع الناشئين، وعمل ماتش الاتحاد هايل. فعايز اقول لهم الفرصه جايه، ما 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 تكسلش، ما تحطش لنفسك ظروف او اعذار. لا انا بشتغل وبتمرن وبسمع كلام وبتمرن زياده، ولما انزل اخد دقيقه 10 15 اثبت ان انا موجود وانا استحق وانا العب. طيب. في هذا المكان انا برضو عايز اوضح حاجه، يعني جالي برضو بعض التعليقات انه موارد جدا، وارد ان احنا في دور الثمانيه لو انتهى يعني الترتيب على الثاني، وارد جدا نلعب الزمالك في دور الثمانيه. يعني انت هتبتدي مبارياتك قوية، الاقصائيه بمباراه قويه، مش نتيجه انه الزمالك واخد قبل الاخير. فشايف ده ايه؟ شايف ان انا استعد لده ازاي؟ بص يا كابتن هيثم، حضرتك دلوقتي اثرت نقطه مهمه جدا. احنا دلوقتي ترتيب الدوري من تحت اخر فرقه فيما فوق، احنا بنتكلم في سموحه، زمالك، مصر للتامين، انت مرشح تلاعب دول، تبدا بحد من دول. صحيح. تمام. ودول لسه انت هتلاعبهم الفتره اللي جايه، ماتشاتنا معاهم مش ماتشات مكسب وخساره، على قد ما هي مكسب وخساره ورساله نفسي. انا لو قابلتك تاني في دور اقصائي، لا هلعب بكل قوه. بالظبط كده. تمام. وانا بلعب بكل قوه من دلوقتي. فالماتشات اللي جايه فيها مكسب وخساره، فيها مسج لازم اوصلها بالنسبه للثلاث فرق دول. تمام. فلازم ابقى مركز جامد جدا في الفتره اللي جايه دي. النقطه بس اللي انا كنت عايز بس قبل ما نعديها، نقطه عمرو علاء زهران، ان هو لازم يحافظ على فاولاته. هو الولد سريع وباور، بس لازم يقرا. النهارده كان في تايم اوت مهم جدا جدا في الشوط الثالث، في الدقيقه الرابعه انا شفت مستر جوستي بوش واقف بيشرح لهم ازاي يخرجوا من السنجل سكرين على المحترف. تمام. في حته لازم تبقى بتاعتي، لازم اقرا اللعيب ده بيطلع يمين ولا بيطلع شمال. طب لو هو مثلا البيفوت اللي جاي بيعمل له سكرين، بيشوط او ما بيشوطش، دفاعاتي هتختلف. تمام. فعمرو عزيز خبرات هتاخدها، لان لازم حته القرايه في الاول في الاخر هترجع له فيها، هتجيله في الخبرات. بس بالزبط. خلينا يعني اشكركم على الملاحظات الجميله، كابتن سلعاوي وكابتن كريم النهارده. يمكن وقتنا عدى سريعا. بشكرك كابتن كريم، ضيف النادي الاهلي ومنتخب مصر. بشكرك، نورتينا وشرفتنا. احنا اللي بنشكر حضرتك، وشكرا على الاستضافه، والف مبروك للنادي الاهلي، وبشكر حضرتك مره ثانيه، ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن سلعاوي، نورتينا وشرفتنا يا كابتن. مبروك النهارده النادي الاهلي. احنا بس كنا عايزين نقول عمر طارق، واحنا قلنا في البدايه كان عمر طارق وسيف سمير وعمرو الجندي وهاب امين، ومن الاتصالات كان في مروان عاطف، كان هايل. كان هايل برضه، لعيب نادي الاهلي وولد من يعني صحيح. شكرا جزيلا كابتن سلعاوي، احنا متشكرين، والف مبروك للنادي، ونتمنى المزيد من الانتصارات ان شاء الله، وموفق ان شاء الله دايما. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده، وجوله كانت من جولات استوديو الابطال. مليون مبروك نادي الاهلي، هارد لك من مصر اتصالات. انتظروا بعد الفاصل ان شاء الله الساعه 11:30 كابتن اسلام الشاطر وبرنامج البيت الكبير، انتظروا وما تروحوش بعيد. شكرا جزيلا.